بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا وإلهنا وخالصنا يسوع المسيح يدينا النهاردة تأمل جميل يفرح قلوبنا جميعا من أصحاح 60 من أشعياء النبي. هندخل على الأصحاحات الجميلة الجد. لو حبينا فكر حضراتكم الثلاث أصحاحات اللي فاتوا بس في ثلاث كلمات، فاكرين أصحاح 57 كان بيتكلم عن أول خطية وهي خطية الأصنام اللي أدتهم للكبرياء. طب إيه علاجها يا رب؟ قال التواضع. 58 ووضح خطية تاني، وده احنا قلنا دي خطية خطيرة جدا، هي خطية الرياء، الرياء العبادة اللي مش من القلب. طب علاجها إيه؟ العبادة من القلب. وبعدين 59 خدنا برضو خطية ثالثة اللي هي خطية العصيان، اللي هو الإنسان بيعصى كلام ربه. عشان كده قال آية كلنا تأملنا فيها المرة اللي فاتت، اللي هو فرأى إنسان، فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس إيه؟ ليس شفيع. لكن لقينا الحل أن خلصت زراعة لنفسه، فالفادي موجود. النهاردة بقى من ضمن الأصحاحات الجميلة نقول بعد ده كله يا رب في قيامة، بقى في بركة القيامة واضحة جدا جدا. الأصحاح ده لو قسمناه لجزئين، من آية 1 لآية 9 ده موضوع، ومن آية 10 ل 22 موضوع. من آية 1 لآية 9 بيتكلم عن كنيسة المسيح الجذابة للأمم، يعني قد إيه الكنيسة دي في مجدها قدرت تجذب الأمم من بعيد، وهنشوف دلوقتي إزاي. الجزء الثاني بقى اللي هو إيه؟ كنيسة المسيح المجيدة. وطبعا هنيئا لينا ان احنا كنيستنا كنيسه مجيده. لو حبينا نقول الموضوعين دول نتيجه ثمره ايه؟ هيقول لنا دي كله ده ثمره الصليب. يعني النهارده مش هننوه للعيد القيامه وعمل المسيح وعمل الروح القدس، لان الاصحاح منور خالص علينا، ودي من ضمن الاصحاحات الجميله اللي بتدي فرح ورجاء. اول عدد بيقول لها قوم استنيري لانه قد جاء نورك ومجد الرب أشرك عليك. هنا بيوصف الكنيسة بالضبط بعد القيامة. قومي، قومي معناها قيامة، دعوة للقيامة، لأن السيد المسيح هنا اللي بيدعوها على لسان أشعياء النبي يقول قومي القيامة. ليه يا رب تقول لهم كده؟ لأني أنا بكورة الرقدين. فبما أني أنا بكورة الرقدين في القيامة فلازم الكنيسة كلها تقوم معاه. جاء نورك، وكلمة نورك هنا طبعا بيقصد على طول نور المسيح. يقول عنه الكتاب المقدس كده قام وأقامنا معه. لأني لما يقول مجد الرب أشرك عليك على طول، إحنا عندنا في الكنيسة أعياد سيدية كلكم عارفينها، بنقول عليها أعياد سيدية كبرى وأعياد سيدية صغرى. أول عيد لو حبينا نحطه من ناحية المجد والرفعة هو عيد القيامة المجيد. فعيد القيامة هو مجد كل الأعياد، يليه عيد الميلاد، ثم بعد كده عيد الغطاس. ومن أهمية الأعياد دي زي ما أنتم عارفين إن احنا بنصليها إمتى؟ بالليل. لو حب حد يسأل يقول لك طب ليه بتصلوها بالليل؟ هو المسيح اتعمد بالليل؟ قال لك لا، ده الكنيسة الملهمة بالروح القدس بتقول بالليل حاجتين. الحاجة الأولانية لحظة هدوء، لأن عاوزة تتمتع بالأعياد ديت وهي في هدوء تام. تاني حاجة بالليل تضمن كل أولادها اتجمعوا في الكنيسة علشان الكل يتمتع بالقداس أو يتمتع بهذا الاحتفال. عشان كده بيقول لها قومي قد جاء نورك نور المسيح، لأنها الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. شوفوا بقى المقارنة، الله يخليكم بصوا معايا بس في المقارنة بيوضح لي إيه الفرق ما بين الكنيسة وبين العالم.
طب قبل ما نشرح الآية دي، أقرب لكم معنيين في الكتاب المقدس في العهد القديم. إيه هو بقى المعنى الأولاني؟ فاكرين لما ربنا ضرب مصر بالظلمة إيه اللي حصل؟ كان في فرق كبير جدا بين أرض جسان، الأرض اللي كانوا عايشين فيها شعب الله، وأرض مصر كلها. ضرب الله أرض مصر كلها بالظلمة، لكن تعال بص من بعيد كده على أرض جسان، هي الوحيدة اللي نور الرب أشرق عليها، هي الوحيدة اللي يقدر يقول عليها شعيا النبي: أما أنت يا أرض جسان اللي ساكن فيك شعبي، عليك يشرق الرب ومجده عليك يرى. أما مصر كلها فكانت ظلمة. ده أول مثل. المثل الثاني نقوله لحضراتكم عشان نقول للمعرفة. فاكرين جدعون لما حب ياخد علامة إن ربنا هو اللي أرسله علشان يحرر الشعب من المديانيين؟ موضوع جزة الغنم الصوف، اشترط عليه وقال له الجزة دي يكون عليها المية وباقي الأرض تبقى ناشفة. ده رمز جميل جدا للكنيسة، إن فعلا الجزة التي تمثل الكنيسة هي اللي كان عليها المية، ولكن باقي الأرض كانت إيه؟ كانت ناشفة. ونمرة ثلاثة هنقدر نقول هكذا هو إيه؟ أولاد ربنا في وسط العالم، وسط النور. يبقى إذن عاوز يقول إن أولاد ربنا دايما في النور، لكن أولاد الشيطان أو الغير المؤمنين في الظلمة. يقول كده في الإنجيل: إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. يا شفتوا جمال الكنيسة أحبائي؟ في الوقت اللي الكنيسة بتتمتع بالروح القدس، نمرة واحد، بتتمتع بالإنجيل، ودينا النهاردة بنقرأ الإنجيل وفرحانين، اللي بتتمتع بالعالم، اللي بتتمتع سوري بالقيامة، في نفس الوقت العالم عايش فين؟ في ظلمة. يجي يشاور علينا السيد المسيح ويشاور على كنيسته الفرحانة بالقيامة: أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. ليه؟ لأن الظلمة كلها بتغطي العالم. طيب العالم بيتغطى بظلمة إيه؟ عندنا ظلمة، عد معايا، عندنا ظلمة، ظلمة الخطية، عندنا ظلمة اسمها ظلمة الموت، عندنا ظلمة اسمها عدم معرفة ربنا. بمعنى الإنسان اللي بعيد عن كلمة ربنا وعقله مش مستنير بالوصية هو عايش في الظلمة. الإنسان اللي بيعيش في الخطية والخطية مستعبداه عايش في الظلمة. وطبعا بالنتيجة إن الخطية هتقوده إلى ظلمة إيه؟ إلى ظلمة الموت. يبقى لو بصينا يا حبايبي إلى مجد الكنيسة هنلاقيها من مجد المجد. لو بصينا للكنيسة نقول لها: أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، أي أن أولاد الله في وسط العالم أيا كانوا موجودين ظاهرون. طيب لو حبينا نقول المجد، مجده عليك يرى، نقدر نفكر مع بعض أي مجد يظهر وهو في الكنيسة؟ مجد الرب إزاي أعرفه؟ طب ايه علامات ظهور المجد في الكنيسه احبائي؟ انت على طول هتقول لو بصيت لاولاد الله هتلاقي في مجد ربنا المحبه، مجد عداله الله. لو بصيت تقول ازاي يا رب ده بص على المسيح كده قبل في نفسه الحكم، وروح شوف مواعيده ووعوده حققها للكنيسه، مجد مواعيد ربنا كل وعوده الالهيه، هتلاقي فيها الطهارة، مجد الطهارة، مجد القداسة، مجد الأمانة، كل عطايا الروح القدس. وفي النهاية الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطينا. يبقى إذن دلوقتي بحق إن المجد بتاع المسيح يقدر تدخل الكنيسة وتشوفه. طيب النتيجة إن نور المسيح يعلن بقى، يعلن لمين؟ أو فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. شفتوا هنا الجمال بقى؟ يعني عاوز يقول لها إيه؟ كل الناس يبصوا عليك ويشوفوا حياتك ماشية إزاي، وتيجي الآية اللي بتقول إيه؟ يرى
فليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ارفع عينيك حواليك هتلاقي الأرض في ظلمة وأنت اللي عايشة إيه؟ في النور. لما الناس هيشوفوك أنت عايشة في النور، كل الأمم يجوا لحد عندك ويطلبوا منك إيه؟ المسيح. يقول لك إحنا عايزين المسيح اللي معيشكم العيشة دي، إحنا طالبين المسيح. فإذا أولادك اللي ولدتيهم بالروح القدس في المعمودية، دولت هم دولت سر بركتك. يقول لك فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. شفتوا قد إيه المجوس اللي جايين من آخر الدنيا من المشرق؟ مالكوا عايزين إيه يا جماعة؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ ليه؟ لأننا رأينا نجمه في المشرق، جاي يدور على الملك، ملك الملوك في وسط شعبه. الأمم شوفوا قد إيه جاي منين. عشان كده تلاقوا بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل لما كان بيوعظ الوعظة بتاعته بالروح القدس بيقول لهم إيه؟ الوعد لكم ولآبائكم، مش كده؟ وكل ما هو بعيد، يعني انتوا يا كنيسه الوعد ليك ولكل الاباء وكمان كل البعيد. بمعنى ان رساله المسيح هتوصل ايه؟ لكل الامم. مين هم الامم يا احبائي؟ شاور على نفسك، قول انت كنت اممي، انت من المصريين، انت ما كنتش من شعب الله. يجي يشاور عليك بولس الرسول، انتم الباعدين صرتم ايه؟ صرتم قريبين. قريبين بإيه؟ صرنا قريبين بدم المسيح، قبلنا المسيح. طيب هنا بيقول لها ارفعي عينيك حواليك وانظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك. يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي، وتحمل بناتك على الأيدي. أي أيدي بقى؟ إيه الأيدي؟ إيه البنات؟ البنات هم أولاد ربنا. طب يعني اي ايدي يحملوا؟ يا سلام على الازرع الالهيه، مش قالوا كده؟ على صخر الدهوش، مش بيقول لها كده ده انا في البريه حملتك على اجنحه النسور ومشيت بيكي في طول البريه وانا بحميكي؟ مش قال كده؟ طب والنتيجه؟ النتيجه في ايه 5. احنا ما زلنا دلوقتي في الجزء الاول، وقلنا ان كنيسه المسيح كنيسة جذابة للأمم، والأمم هم إحنا. إحنا اللي كنا بعيدين لكن صرنا قريبين، جه حبيبنا ماري مرقص بشرنا الأمم وقبلنا الدعوة لأن في مجد للكنيسة. فهنا آية 5 بيقول إحنا لازم تنظرين وتنينين ويخفق قلبك ويتسع. ويخفق قلبك ويتسع، يعني إيه خفقان القلب هنا؟ حنازم تنظرين وتنيرين. طبعا ده وجه طبيعي، ان قلنا ان الروح القدس ياخد منبر المسيح ويدينا. عمل المعموديه الانسان بينور وتنيرين. لكن كلمه ويخفق قلبك ويتسع، ايه معنى خفقان القلب؟ ولكن الانسان قلبه خفق، يعني ايه بقى؟ فرح شديد. يقول لك فرح شديد، كلمه كمان قلبك يخفق يفرح، والفرح الشديد يبقى يحصل له خفقان، ومش كده وبس، ويتسع. الله، قلب الانسان قلب الانسان المسيحي قلبه كبير. لما يقول يتسع يقبل ايه بقى؟ يقبل كل اليهود ويقبل كل الامم. تبص تلاقي كنيسه المسيح او المسيح في تعاليمه يقول لهم ايه؟ قلبي متسع ليكم. انا ما عنديش في المسيح يسوع بقى، انا ما عنديش زي الناس، مش زي الاديان الثانيه ولا المعتقدات الثانيه، انا المسيح ما عنديش فرق في المسيح يسوع. الرجال زي النساء، العبيد زي الاحرار، الابيض زي الاسود، مش كده؟ الامم زي اليهود. اتسع قلبي للكل. عشان كده لما يقول لها ويخفق قلبك ويتسع، يعني تكون زي المسيح بالظبط، زي إلهك اللي فتح ذراعيه على عود الصليب وقال التفتوا إلي يا جميع الأمم وإيه واخلصوا. فهنا حنازم تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر
وياتي اليك غنى الامم. هنا بقى هيدخل بقى في صفات اولاد الله. لو احنا ما لحقناش نخلص الاصحاح دوت، يبقى هيبقى الواجب بتاعنا طلعني من اصحاح 60 من اشعياء النبي صفات اولاد الله، على قد ما هناخد من صفات لاولاد الله في الجزء اللي احنا هنتامل فيه في وقتنا. انت عليك كمان تكمل، ان عليك تكمل. تعالوا نسال البحر، لو حبينا ندخل جواك ايه ثروتك يا بحر؟ بيقول لي انا عندي حاجتين مهمين جدا، يقول انا عندي السمك وعندي اللآلئ، عندي السمك وعندي اللآلئ، ادي ثروة البحر. لما بيقول لأنه تتحول إليك ثروة البحر، يعني أنت يا كنيسة المفروض يجي لك السمك واللآلئ. طب والمعنى الرمزي فيها إيه بقى؟ السمك هو نحن. لو حبينا نشاور على المسيح بتاعنا كبكورة الراقدين، ده السمكة الكبيرة. سامعين؟ السمكة الكبيرة. يعني علشان كده لما يقول يشبه ملكوت السماوات شبكة جامعة لكل أنواع السمك. تمام؟ يبقى إذا دلوقتي هنا السمكة بتشاور إن الكنيسة شبكة بتصطاد. يبقى ثروة البحر تشمل سمك ولآلئ. أدي أول صفتين لأولاد ربنا. حضرتك وحضرتك سمكة. سمكة منتشلة وعايشة في البحر. وغالية جدا على ربنا. كمان حضرتك وحضرتك لؤلؤة لآلئ. يبقى ثروة البحر بتشمل سمكة ولآلئ. تخيلوا تخيلوا، مهما ان كنا احنا بنزعل من بعض، او كل واحد له نظريه في اخوه او له نظريه في اختها، لكن تعال شوف انت ايه في عين ربنا. انت في عين ربنا لآلئ. يا شفتوا المثل اللي بيقول لك يشبه ملكوت السماوات، او التاجر. تاجر بيفهم في اللآلئ، يعني راجل بيتاجر في اللآلئ يعرف قيمه اللؤلؤه. فاكرين المثل ده؟ تاجر يطلب لآلئ، حصل ايه بقى؟ فوجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. عملت ايه يا رب؟ يقول لك فمضى وباع كل ما له واشتراها. مين اللؤلؤة ديت؟ لو شبهني انا باللؤلؤة وانا غير مستحق، شبه حضراتكم باللؤلؤة، فراح مضى وباع كل ما له. ايه اللي كان يملكه المسيح؟ اكيد كلكم هتجاوبوا معايا، هي نفسه، هي روح، هي دمه. واشترانا، اشترانا بدمه. شوفوا قد ايه، شوفوا قد ايه، شفت قد ايه احنا غاليين جدا. يبقى اذا ثروة البحر من ضمن صفات اولاد الله، وصفوا بالسمك. والتاجر الحكيم، التاجر النبيه، هو اللي بيعرف قيمة الاولاد شكلها ايه. ادي سمك وادي لآلئ. تعد معايا في الحاجات اللي جاية. طيب ايه تاني؟ وياتي اليك غنى الامم. غنى الامم يرمز ليه؟ غنى الامم، كلمه ياتي اليك غنى الامم، غنى الامم اللي هم مش الماديات، هو عند ربنا، عند ربنا الغنى. غنى الماده كلكم عارفين طبعا، اللي عند ربنا كل نفس غالي عليها قوي، فغنى النفوس. ولما نقول هنا غنى الامم، والكنيسة بتاعتنا لما نحب ندخلها ونقول دي كنيستنا كنيسة، نقول لهم ده كنيستنا كنيسة غنية. طب غنية بإيه؟ قال غنية بالروح القدس. بس ده غناها؟ طب وده يسوي شيء؟ يسوي حاجة؟ ده يسوي الدنيا كلها. شوفوا بطرس الرسول، هو ويوحنا داخلين الهيكل من ناحية باب الجميل، شافوا المقعد اللي بقاله 40 سنة، مد إيده بيقول لهم حسنا لله. طب وبطرس انت غني بايه يا بطرس؟ لو فتح دقيق في جيبه مش هيلاقي ولا مليم عنده، ولا ريحه الفلوس. قال له احنا يا عم ما حلتناش اي حاجه، لكن احنا نملك حاجه حلوه جدا. ايه اللي تملكه؟ ما قال انا قلت لك اهو، ليس لي فضه ولا ذهب، ولكن غنانا باسم يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. ينفع يا عم؟ يا ده الكفاية كلها، هو ده غنانا، غنانا بالمسيح بالروح القدس. احنا مش غنانا غنى العالم، زي ما قلت لحضراتكم ان يأخذ ممر المسيح ويعطينا. ادي عطية اهوت.
ندخل تاني في آية 6، شوف الغنى، شوف الكنيسة تغطيك كثرة الجمال، بكرام مديان وعيفة. هل أقول لكم الأسماء المعاني دي البلاد دي يعني، وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب. كل صدقوني يا أحبائي، كل آية من دول عايزة وقفة، كل آية من دول عايزة تأمل وعايزة شمع. معروف إن زمان زمان لما كانوا بينقلوا الهدايا والذهب ينقلوها عن طريق الجمال، الهدايا، الهدايا ديت. طيب كسرت الجمال بترمز إيه روحيا؟ قال لك الهدايا الكثيرة إحنا عارفين بترمز إلى النفوس اللي جت للإيمان، نفوس غالية جدا، نفوس جت لأجل الإيمان. طب وبكران مديان؟ هفكركم ببنات مديان دولت، بكران مديان اللي هم بنات مديان. فاكرين القصة الوحشة اللي حصلت مع ملك مؤاب لما بلعام اقترح عليه ان هو يجيب، ان هم بيشتهروا بجمال بناتهم ويجيبوا البنات الجمال دولت ويعرضوها لشعب بني اسرائيل، خلى شعب بني اسرائيل بالمشورة الشيطانية وقعوا في خطيئة الزنا. لا هنا بقى بكران مديان دي هتجيلك وتسجد حد عندك. ولما يقول هنا، لما يقول هنا عيفة، بكران مديان عيفة، عيفة ديت دي مدينة ملكة سبع. فاكرين سليمان لما ملكة سبع جات له علشان تسمع حكمته؟ اهي ده بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبه، جات علشان تسمع حكمة سليمان، تبحث عن الحكمة. يعني ايه معنى كده بقى؟ طب ما تحط لنا عنوان عشان نفهم الآية 6 دي. لما تقول لك تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبه تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب. كثرة الجمال بكران دميان يعني كل الناس اللي بيبحثوا عن الجمال، اللي عايزين الجمال الحقيقي هيجوا للكنيسة، واللي بيبحث عن أي حكمة لأن ملكة سبع عاوزة الحكمة، كل دول هيجوا يلاقوا الكنيسة فيها الحكمة. يبقى عندي ذهب وعندي لبان، ودي كمان تاني صفة أو رابع صفة بالنسبة لأولاد الله، يشبهوا بالسمك باللآلئ، الجمال اللي شايلة ذهب مش كده، اللبان بقى تحمل ذهب ولبان. انتوا عارفين قبل كده يا احبائي لما نحط الذهب واللبان جنب بعض في هدايا المجوس، الذهب بيشاور على ايه؟ كل ما هو سماوي. لما تروحوا كده في سفر الرؤيا هتلاقوا المدينة من ذهب، يعني عاوز يقول يرمز لكل ما هو سماوي، يعني الذهب غير قابل للتغيير، معدن يعيش ومحدش مفيش حاجة تأثر فيه، دي الحياة السماوية. ولاد الله بيشبهوا حياتهم بحياة سماوية. طب واللبان؟ الصلاة، صلاة البخور، الصلاة المقبولة أمام عرش ربنا. يعني عاوز يقول إن في حياة سماوية، في صلوات مرفوعة إيه؟ مقبولة. لو قلنا للذهب اللي هو يرمز للملوك، طب السيد المسيح عمل لنا ايه؟ جعلنا ايه؟ جعلنا ملوك لله ابي في سفر الرؤيا قال كده. طب ولبان كمان كهنه، يبقى جعلنا ملوك لله ابي، جعلنا كمان كهنه اللي احنا بنشاور عليه دايما بالكهنوت العام. تدخل الكنيسه تلاقي كل اللي قاعدين دول كهنه، فنشاور عليهم ونقول دول كهنه عاميين، لان يعني ربنا وهبنا ان احنا نكون كهنه، لكن في كهنوت اسمه الكهنوت الخاص اللي هو شاور عليها ربنا واختاره لتتميم الايه؟ الاسرار، ياخد الكهنوت الخاص من الكهنوت، من كهنوت العام. طب نلحق عشان نشوف ايه تاني، علشان نشوف الباقي ايه من البركات. بيقول كل غنم قدار تجتمع اليك، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. الله. طبعا هنا يا أحبائي لما يقول كل غنم قدار تجتمع إليكي، هل يا ترى هنا بيقصد الأغنام، الغنم الغنمية، ولا بيقصد أي نوع من الغنم؟ الأول كلمة غنم قدار، عارفين ده مين قدار؟ قدار اللي هو مين؟ اللي هو إسماعيل. آه خلي بالكم من الآية الجميلة دي، أوعى تعدي عليكم، كل غنم قدار
يوم من الايام الكل او الاغلبيه اللي هي قلوبها عايزه ربنا هتدخل في المسيحيه، كلكم بتشوفوا بعينيكم. فالكدار هنا يرمز الى اسماعيل، كل ما هو الاسماعيل هيجي. عشان كده الغنم هنا بتشاور على الخراف اللي قال على السيد المسيح. فاكرين السيد المسيح لما قال ولي خراف اخر ليست من هذه الحظيره، ينبغي ان اتي بتلك لتكون رعيه واحده لراع واحد. شوفوا هنا اشعياء النبي من كام سنه قبل المسيح بيشاور اهو، كل غنم اسماعيل هتجتمع اليه، يدخلوا الكنيسه كل ولاده. شوف اسماعيل قبل كده لما قال له سيف اخوتك على رقبتك وهكذا، لانه كان وحشي، لكن هيجي في بمجد الكنيسه ونور الكنيسه تاثر عليه واولاده يخشوا ويبقوا زي غنم كانت تايهه وضايعه لكن ضموا الحظيره لحظيره الخراف. كوباش نبيوت تخدمك، عارفين نبيوت؟ هو نبيوت برضو ابن من ابناء اسماعيل، ده ابن من ابناء اسماعيل. تخدمك، كلمة تخدمك يعني ايه؟ هيجوا وسط الكنيسة ويقدموا خدماتهم. يقول لك كمان لما يجي يخدموا، لما يجي يقدموا ذبيحة، ولك تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. شو خسر الجمال؟ يعني كل الذبائح اللي هتيجي دي ربنا هيقبلها على مذبحه. وكلمة أزين بيت جمالي، وانتوا عارفين زينة الكنيسة في ايه؟ هو سؤال موجه لحضراتكم، ازاي يا رب هتزين بيتك؟ قالوا انت عارف زينة الكنيسة في ايه؟ في الشهداء، كل الناس اللي هتيجي تقبل المسيح ويبقوا من ديانة اخرى بسبب المسيح يصبحوا شهداء. زينة الكنيسة، ليه نشبه زينة الكنيسة بالشهداء؟ لان يقول لك اعظم محبة تقدم للمسيح ان الانسان يقدم نفسه، ليس حب اعظم من هذا ان حد يقدم نفسه من اجل احبائه. في حب اكتر من كده؟ ان يقول لك انا افديك، هم دولت من اجل محبتهم في المسيح، اللي للمسيح سفك دمه من اجلهم، هم هيجوا ويقدموا ايه؟ ذواتهم ذبيحه للمحرقه. تعالوا كده ناخد عدد 8 ونقول شوف بغزلها بقى، من هم الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. دي صفة تانية لأولاد ربنا. فاكرين الصفات اللي فاتت؟ سمك، لآلئ، ذهب، لبان، كمان قلنا ذبائح، شهداء يعني. خلاص؟ هنا بقى بيشبههم بقى بالسحاب بقى. وكلكم عارفين إيه السحاب بيشير إيه؟ إيه طائرون كالسحاب؟ معروف السحاب بيبقى موجود فين؟ فوق. لما بيقول كده لنا سحابة من الشهود بمقدار هذا، أو محوطة حوالينا بمقدار هذا، لما يقول سحابة الشهود على طول بيشاور على الشهداء وشاور على إيه؟ على القديسين، ناس ارتفعوا فوق الأرضيات. عاوز أقول عايشين على الأرض ولكن الأرض لم تمتلكهم، عايشين على الأرض وكأنهم غير عايشين. شايفين بولس الرسول لما صعد يقول لك اعرف انسان في الجسد، يعني اعرف انسانا كان في الجسد لست اعلم، في الروح لست اعلم، لما طلع الى السماء الثالثه ويكرر هو من سحابه الشهود. لما يشبهوا بسحابه دول ناس مش ارضيين، مش عايشين على الارض، فالسلوك سلوكهم سلوك روحي، عشان كده بيشبههم الى ايه؟ بالسحابه. في الجسد ولكن في نفسه مش في الجسد، عايشين في العالم ولكن العالم مش جواهم. يقول لك يستعملوا العالم وكان ولك يستعملون العالم وكانه لم يستعملونه. واخيرا يا احبائي كلكم عارفين له كل المجد، لما هيجي فين؟ هيجي على السحاب مع مين؟ مع ربوات قديسيه اللي احنا هنا بنشبههم بايه؟ بالسحاب. يبقى اذا دلوقتي لو حبينا نعرف يا ترى السحاب دي اتكونت ازاي، كلكم عارفين عباره عن ميه مالحه اتسلطت عليها الشمس او حراره الشمس فبخرتها وحولتها لسحاب. هو حال المؤمنين على الارض، علشان تتحول لسحابه لازم تتعرض لاشعه الشمس الحاره. عاوز تقول ايه يعني؟
اول انت عاوز خاطر توصل للمركز الجميل دوت لازم تدخل في اتون النار، مش معناه انك انت هتجرب تجربه فوق استطاعتك. فان انسان المؤمن اللي يوصل للنقاء بحسد الشيطان هيتعرض لتجارب، ولكن يدخل بالتجربه ومعاه مين؟ ومعاه المسيح اللي قال عنه فيما هو كان مجربا قادر ان يعين ايه؟ المجربين. تتبخر يا مؤمن وتصير في عيني الله كسحابه جميله جدا. وكمان الشبه الثاني او الصفه الثانيه هي ايه؟ الحمام. عارفين كده الحمام الى بيتهم؟ ليه حمام؟ طبعا كلكم عارفين الروح القدس حل على المسيح زي مثل ايه؟ مثل حمام. يعني شفنا في عيد الغطاس الحمامه هي دي الروح القدس. كمان احنا مولودين من الروح القدس اللي هو بيرمز للحمام. فالمولود من الروح هو الروح، فالروح على شكل حمامة. وطبعا كلكم عارفين صفات الحمامة، رمز للبساطة، رمز للسمو، رمز للطاعة. يا شوفوا كده شكل الحمام يطلع من مكانه كده يطير يطير، وفي الآخر كده كلهم كجروب واحد مجموعة واحدة يرجعوا لبيوتهم تانيين، يرجعوا لبيوتهم اللي بيسكنوا فيها. هكذا أولاد المسيح وهم عايشين على الأرض منتظرين مجيء المسيح، وساعتها هيكونوا مثل الحمام. بس الحمام بقى مش رايح بقى في مكانه الأرضي، لكن لا ده حمام هيوصل للبيت السماوي. عشان كده من جمال الروح القدس ان شاف اشعياء النبي منظر الكنيسه. ما اجمل هذه الايه لما اشعياء بيخاطبها ويقول لها ايه؟ من هؤلاء الطائرون كالسحاب وكالحمام الى بيوتها؟ يا رب يسوع المسيح احنا النهارده بنطلب منك انك انت يا رب تدينا الصفات الحلوه ديت، تغفر خطيانا وتسامحنا وتدينا دايما ان نعيش ليك. النهاردة يا رب في صفات كثيرة جدا قدمتها للكنيسة ونحن غير مستحقين لهذه الصفات، ولكن عشمانين في وجودك وفي مرحمك ان احنا يا رب نتمتع بالصفات الجميلة اللي احنا خدناها في الآيات القليلة من أشعياء 60: سمك لقالق، ذهب لبان، ذبائح مقبول على المذبح، سحاب وحمام. بركة يسوع المسيح إلهنا يعطينا دايما، له المجد في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهرين.